استاذ اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك سي عام، مرحبا بجميع مشاهدي زيتونة. مرحبا بك. بعد تقريبا 4 سنوات من وفاة المرحوم عمر العبيدي، المحكمة تنطق بحكمه الابتدائي. يعني في تقديرك اولا، كيف تقرأ هذا الحكم؟ هل يعتبر هذا الحكم منصفا في هذه القضية؟ هو معناه للتصحيح 4 سنوات و7 أشهر و3 أيام يوم التصريح بالحكم. نعم. وما زلنا في الدور الابتدائي. منصفا هو جميع الأطوار لم تكن منصفة منذ اليوم الأول، من يوم 31 مارس من تاريخ الإحالة الأولانية بالكل نتاع النيابة العمومية، ما فما حتى إنصاف إلى الحكم. معناها بدينا بإجراءات استثنائية وبالطبيعة وصلنا إلى نتيجة منتظرة في جزء منها واستثنائية وغير منتظرة في البقية، باعتبار أنه الحكم هذا اكتفى بعامين سجن من أجل القتل غير العمد، في حين أن الإحالة دون الرجوع، معنا توأهنا تنرجع بعد، تمسكنا في جميع الأطوار بالقتل العمد. وصحيح أنه قرار معناها تاع دائرة الاتهام هو قرار بيت، لكن عنا عدة قضايا وتمسكنا أنه الهيئة، معناها الهيئة القضائية الجالسة يمكنها أن تكيف الوقائع من جديد باعتبارها تنظر في الوقائع، وعنا عدة معناها القضايا السابقة في هذا الشأن. لكن الأكثر من ذلك اللي تفاجأنا به هي حاجتين: عدم إكساء هذا الحكم بالنفاذ العاجل، حاجة الأولى. الحاجة الثانية هي معناها عدم سماع الدعوة في الجانب نتاع عدم إنجاد شخص في حالة خطر ممن توجب عليه صفة الإنجاد. وهذه التهمة هي التهمة الأشد باعتبارها 5 سنوات سجن باعتباره ظرف تجديد. والأكثر في اللي مقلقنا في هذا الجزء هو أنه الرواية كاملة، خذك نحكو وكأن المحكمة قالت راهو الموت نتج فقط عن المطاردة، وراه ما فما حتى أمني وصل للواد، وما فما حتى أمني اعتداء، وبذلك معناها المحكمة نفت كل ذلك واعتبرت شهادة الشهود والتقرير الطبي وكل ذلك هو غير ثابت، واكتفت ب معناها الحاجة الوحيدة التي أثبتها باعتبار الدليل العلمي الوحيد اللي لقيناه هو تسجيلات الفيديوهات التي أثبتت المطاردة. معناه ولذلك فما يعني التقرير الطبي لا يعتد به عند القضاء، يعني النيابة نفت مثلا وجود أضرار في جسد المتوفي بينما التقرير الطبي أثبت وجود كدمات في جسده، يعني لا يعتد بالتقرير الطبي مثلا. هو شفت اللي قلته سي عامر، هو هذا فين بدا الملف. النيابة العمومية منذ اليوم الأول، أنا 1 أبريل تم انتشار الجثة. يقول أنا السيد مساعد وكيل الجمهورية الذي عاين الجثة واللي من بعده أحال الملف، يقول وبتقريب الجثة لم نعاين أي أثار للعنف. في نفس اليوم فما تقرير طبي يعاين 5 كدمات زرقاء، أنا يحكي على إكيموز في الظهر وفي القفص الصدري وفي الفخذين، وهذا ثابت. ثم يحيل الملف على أساس فصل 31، اللي أنا الفصل هذا اعتبرته امتياز يتمتع به الأمنيين على خاطر نهزك فصل 31، راهو بعدت عليك نسموه النص الأحوط، معنا باش نبسط الأمور في بالنسبة لأي طرف آخر. هاو عنا توا مثلا أحد الأمنيين ربي يشفيه تم الاعتداء عليه في على مستوى عينه، يتم إيقاف صح المعتدي واحد مش متثابت فقط على مستوى الشك بفيديوهات إلى غير ذلك، يتم إيقاف واحد ومعناها الإدراج 6 أو 7 في التفتيش، والتهم من اليوم الأول من الثانية الأولى هي محاولة القتل وتكوين وفاق من أجل الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة. هذا ما يكون فما أمني ما يتمش بطريقة هذيك. علاش نهزوا الفصل 31؟ هل هناك ضغط على القضاء؟ هل هناك خوف من النقابات الأمنية؟ علاش هذا يعني؟ بالطبيعة احنا هذا ما عادش خافي على العبيد. راو القضية هذه صارت 31 مارس 2018. نعم. للتاريخ 26 فيفري 2018، معناها شهر قبل ذلك عرفت محكمة بن عروس ما سموه المحامين غزوة بن عروس. نعم. معناه تم احتلالها من النقابات الأمنية، معناه مش المرة الأولى راهي، معناه ولذلك أصبحت فما معناها حسابات ما بين ذفرين، وهذا اللي خلى المسار كامل يتم حتى الملف يمشي للجرجين ما يمشيش. احنا تعودنا انه الملف كيكون للمعتدي حرس تمشي للشرطة والعكس بالعكس،
مرة هذه الملف يتم معناها بحث بداية كان فرقة معناها الجرجاني وبتبيعه وبدينا في طمس الأدلة وبدينا في التلاعب بالأدلة وبالشهود وإلى غير ذلك إلى حين وصلنا لذلك الحكم اللي بشوية بشوية الحكم مش نيله بشوية بشوية كل مرة نفعل فيه بعض الشيء لنوصلنا الحكم هذاك.